أصدرت مجلة روزا اليوسف برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطهري عدد خاص بمناسبة مرور 100 عام على صدور المجلة تحت عنوان 100 عام من الفن والصحافة، حيث حققت نجاحات كبيرة في عالم الصحافة وكتب بها عدد كبير من أبرز الكتاب والصحفيين، وتضمنت أيضا عددا من المقالات والتحقيقات المهمة من تاريخ المجلة. حمل العدد الخاص العديد من المفاجآت والكتابات عن فاطمة يوسف أو روزا اليوسف سيدة المسرح وصاحبة الجلالة، اللي تحدث عنها الكاتب الصحفي أحمد الطهري رئيس تحرير المجلة بأنها حولت الصحافة من مهنة إلى عمل فني إبداعي، وأكد أيضا أن الفن أول أعداد المئوية من أجل الفنانة صاحبة الدار. كما شمل العدد الخاص ملف خاص تحت عنوان بأقلام الفنانين وأبرزهم عماد حمدي، فريد شوقي، مجدة، فاتن حمامة، شادية، أمينة رزق، ليلى مراد، كمال الشناوي وشكري سرحان وصلاح أبو سيف، وأيضا عبد السلام النابلسي وحسن الإمام وغيرهم كتير من كبار الفنانين الراحلين نجوم الفن الجميل. كما تحدث العدد أيضا عن أبرز المعارك الفنية تحت عنوان 100 عام من المعارك الفنية.